منتدى الذاكرة منصة تاريخية سلط من خلالها باحثون ودكاترة في التاريخ الضوء على أهم محطة مفصلية في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية لحظة صدور لائحة تقرير مصير الشعب الجزائري في 14 ديسمبر 1960 بالدورة 15 للأمم المتحدة، ومباشرة بعد مظاهرات 11 ديسمبر من السنة نفسها. اللائحة التي ألزمت فرنسا بالاعتراف بأحقية الشعب الجزائري في تقرير مصيره وبسط سيادته على أرضه. تكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو القرار 15-14 الصادر في 14 ديسمبر 1960. وقد صرح المرحوم كريم القاسم وقال: سأسمع صوتا بالكور في أروقة منهاتن. الثورة التحريرية صممت على أن تكون الدبلوماسية الجزائرية في سنة 60 تعمل على أساس أن يكون مبدأ تقرير المصير مطلب عالمي. حق تقرير المصير مبدأ ظلت الجزائر متمسكة به إلى غاية بلوغه وبصفة دولية، لتصبح أنموذجا نضاليا عالميا يقتدى به من قبل الشعوب المتطلعة إلى الحرية.